طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، ما حكم الطقس على الصبي المغلق والتفرج عليه في الأعراس؟ لحظة، ما حكم؟ الرقص على الصبي، نعم. التفرج عليه في الأعراس. طيب سؤالها الثاني يا شيخ عن استخدام الطبل والرقص على الطبول في الأعراس والمناسبات. يعني هنا مسألتان، مسألة نعم. الطبل ومسألة الرقص. يعني نعم. هو تسأل، هل تسأل عن الرقص على الطبل الرقص على الطبل فقط نعم. يعني، أو نعم. الرقص عموما؟ لا، الرقص على الطبل يا شيخ. على كل حال، الطبل جمهور العلماء على أنه من المعازف المحرمة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ملحق بالدف الذي جاء فيه الإذن في الأفراح والأعياد ونحوها. هذان قولان لأهل العلم في مسألة الطبل، والجمهور كما ذكرت يرون أن ذلك من المحرم. والأقرب من هذين القولين والله أعلم أن الطبل لا يبعد عن الدف في المعنى ولا في الصورة، فهو ملحق به، وإن كان الأولى في الضرب أن يكون بالدف الذي هو مفتوح من جهة، لكن لا يقوى الإنسان على المنع مع الإذن بما هو شبيه. وكون بعض الفقهاء يعلل بأن الطبل أشد إطرابا بالضرب عليه لأنه مصمت ومغلق الجهتين، هذا التعليل ليس منصوصا عليه ولا جليا حتى تناط به العلة. فإذا لم يكن نص جلي واضح في التحريم، فإن هذا يشبه هذا وهو ملحق به، والله تعالى أعلم.